يعني هي لازم المدرب يبقى مقتنع برضه. طب فاكر مستر كروفر يا كابتن محمود؟ طبعا. ايه رايك حضرتك فيه؟ ناس كتير يا كابتن ما تعرفش وما عصرتش مستر كروفر، انا عصرته في قطاع الناشئين، واحد من اكتر المدربين المتخصصين. طيب تعال نروح للتليفون مع الاستاذ الدكتور صبري العدوي، استاذ تدريب كره القدم في كليه التربيه الرياضيه، علشان نتكلم معاه كمان على تجربه حضرتك في رساله الدكتوراه. يا دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك كابتن، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا مساء الخير يا كابتن محمود. ازي حضرتك يا دكتور؟ دكتور محمود بقى. الله يخليك يا دكتور. يعني كنا بنتكلم مع الكابتن محمود في الرساله الخاصه بيه الدكتوراه، وكان معانا قبل حضرتك الدكتور اشرف جابر، وبالتالي لازم حضرتك تكون موجود معانا بصراحه. يعني اللي كان مصر ان حضرتك تكون موجود، حضرتك او الدكتور اشرف او الكابتن محمود صالح، فيعني حضرتك تهنيه على الهواء، وعايز اعرف راي حضرتك سريعا في رسالته واختياره للموضوع الخاص في الدكتوراه. بص يا كابتن، اولا هو الموضوع ده اولا موضوع هام جدا وموضوع حيوي جدا يعني. وانا عايز اقول ان هذه الموضوعات بتطلع من المجال من خلال كليه التربيه الرياضيه مظهره من كليه الام بالنسبه لمصر. ارجو ان الانديه تهتم بيها والاتحادات. يعني هي موضوعات انتقاء الناشئين ده من الموضوعات الهامه قوي قوي على مستوى العالم، مش مستوى مصر بس يعني الحقيقه. وايه الفرق بين اللاعب الدولي؟ ان احنا هنا للاسف بنهمل الناحيه العلميه، ما بندخلهاش في مجال الاختيار او الانتقاء بالنسبه للناشئين. هنا بنختار اللعيبه هنا عشوائي، يعني ايه عشوائي؟ بنقعد احنا شويه كده مع بعضينا في النادي او في اي مكان ما في المنتخب، ونختار باسلوب يعني اهواء شخصيه. وده واضح الحقيقه على مستوى منتخبات مصر بالنسبه للكوره، هتكلم انا في كوره بس. انما عندك مثال جيد جدا احتاج بيه، مثال اتحاد الهاند بول. يعني نقول مبروك اولا لمصر على المركز الاول في الناشئين بالنسبه للهاند بول، لان الهاند بول من حسن الفقر هو تابع سياسه كان لجنه علميه بالاشتراك مع اهل الخبره، بحيث الاثنين يلتقوا مع بعض، ولما التقى اهل الخبره مع اهل العلم لابد ان يبقى فيه نتائج عالي جدا يعني. انما احنا عندنا للاسف في جاب كبير بين اهل الخبره واهل العلم. عندنا اللاعب بيطلع بيبقى اولا بيطلع يشتغل مدرب باسمه ايا كان، اهلي زمالك او اي اي مكان، بيطلع يشتغل باسمه مش بالشهاده العلميه اللي بياخدها، ان هو من غير مقتنع بناحيه علميه. ايضا مسؤول الاتحادات والمواسط والانديه غير مقتنعين بناحيه علميه، بيستخدموا الناحيه الاهواء الشخصيه في اختيار اللعيبه. وبالتالي لم يفهم هذا الكلام عن لاعب جيد سواء في الناشئين او في قطاعات المنتخبات او على مستوى البطولات القاريه، مش هتلاقي لعيبه على مستوى. واذا اخترت هتبقى جاي كده بالصدفه. احنا كان عندنا لعيب بركات بتاع النادي الاهلي. وبالتالي اختاره وهو لسه ولد عنده 10 سنين. كنا بنعمل في نفس السكه حديد اختبارات صغيره كده، وخدنا هذا الولد، الولد راح النادي الاهلي وراح الزمالك وراح المقاولين العرب. رفض من كل الحاجات دي كلها، احنا خدناه بناء على اختبارات، وبالتالي بعد فتره ما بقى له عنده 15 سنه ظهرت موهبته وبقى من احسن لعيبه مصر الموجودين. ده خدناه يعني زي ما تقول الحته ده في وسط شويه تراب خدناه. ده نتيجه ايه؟ اختبارات احنا عملناها، انما لو احنا عملنا اختبار على الناس اللي بتقدم في النادي الاهلي والناس اللي بتروح نادي الزمالك، لما الاثنين الفيمس اللي موجودين في مصر واخضعنا هذا اللاعب ليه؟ اختبارات بدنيه مهاريه اخلاقيه نفسيه سيكولوجيه زي ما انت حضرتك كنت بتقول في الوزن، يعني يبقى يفضل نختار لعيب من البدايه جيد موفر وقت وجهد وامكانيات واموال الى اخره. انما احنا بنقعد نشرب شويه شاي ونشرب ناخد سندوتشين، وساعتك يمكن مريت بهذه الظروف في حياتك وممكن لعيبه جايه مننا او اثنين او ثلاثه او اربعه. ايضا هذا الكلام بينفع على المنتخبات، احنا بنختار المنتخبات بصوره اهواء شخصيه. ولذلك حتى ظهرت مشكله في اختيار منتخب مصر في البطوله الافريقيه. ليه ما خدش فلان؟ ليه ما خدش فلان؟ ليه ما خدش فلان؟ وكان هذا الكلام كله بيتكلم فيه الصحفيين، الاعلاميين، المدربين، وكان كل واحد له راي شخصي في اختيار المنتخب. هل هناك معايير علميه؟ هل هناك اختبارات موجوده لاختيار هذا هؤلاء الاولاد؟ ساعتك وانت كان بتكتب لنا الوزن بالقلم الاحمر وبالقلم الاسود وبتاع، ده نوع من اختيار اللعيبه، حاجه يعني حاجه متغير مهم قوي في اختيار اللاعبين. مش هاخد لعيب تخين اسيب لعيب مش تخين، لا. فهذه هي المشكله هنا. المشكله ان احنا عايزين بس ايه؟
لابد ان يجتمع العلم مع الخبره. مين هم الخبره؟ اللاعبين الدوليين البطلين، اللاعبين اللي هم شهر في المجال، خبرات اللاعب اللي اشتغل اللي لعب حد ناشئين او لعب دوري ممتاز او لعب افريقيا، كل دي خبرات احنا اكتسبناها. انا اشتغلت في توليد مدرب دوري ممتاز، اصغر مدرب في مصر 26 سنه، وخدت خدتش خبرات الدرجه الاولى والناشئين بتاع بلعب في النادي الاهلي لحد سنه 67 وانتخبت الكرات. لو انا خدت خبرات بقى منتخب مصر بقى والبطولات الافريقيه كان بقى خبراتي اعلى. فانا عايز اقول لابد ان ندمج هذا الكلام مع اللعيبه اللي بتبطل كوره اللي هم عندهم خبرات عاليه. ما ينفعش يطلع مدرب ما عندوش خبرات، ما ينفعش واحد لاعب مدرب ما هواش دارس دراسات. موجوده في مصر كل الدراسات موجوده، احنا بندرس فيها في الاي والبي والسي والاكاديميه والكلام ده كله. انما بيطلع هو مش مقتنع، مش مقتنع بالناحيه العلميه. ان احنا مقتنعين بالخبرات، انا قلت هذا كان في المناقشه، قلت الخبرات تساوي 70% من مكونات المدرب. والكتاب ده الناحيه العلميه تساوي 30% ارشاد من المدرب. ان مش ممكن قوي انا اعمل صرح كبير جدا في عماره يبيع واحد مقاول بعد 10 سنين تقع. ممكن لان لابد يكون في مهندس وفي مقاول. لما اجتمعوا الاثنين مع بعض طلعوا شيء جميل جدا يعني. هو ده بالنسبه لها انت بتاسس نواه لمصر سواء في الناشئين او في الدرجه الاولى المنتخبات. انت بتختار بناء على معايير علميه. زائد بقى المعايير الخبراتيه اللي عندك انت كلاعب وبطلت كوره. دي مهمه جدا. ما اجيبش لاعب، ما اجيبش مدرب انا منتخب مصر مثلا اسف يعني. لاعب مستوى ناشئين احط منتخب مصر. ما اجيبش لاعب انا احط منتخب مصر وما احصلش على دراسات وامسكه منتخب مصر. انا لو كلمت عن هذا الموضوع في مشاكل كبيره جدا يعني. فانا بس بقول لحضرتك يعني لابد عشان الوقت بتاع حضرتك ندمج العلم مع الخبره، وهذا الموضوع اختار محمود صالح الحقيقه موضوع مهم جدا وحيوي جدا، ومسابه خاصه بقى في انتقاء الناشئين الصغيرين اللي هم لسه الاولاد اللي يعني. ودي مش عمليه يعني جديده. هذا الكلام من سنين، من 40 سنه بيتعمل في اوروبا كلها. ايه الفرق بين محمد صلاح وبنته؟ محمود صلاح. مفيش فرق، الفرق في الاعداد. تمام. في الاعداد فقط وفي الاختيار والانتقاء بتاع اللعيب لما جيبه ضمن منتخب مصر. منتخب اوروبي او منتخب الدوري الاولى. فاحنا عندنا للاسف الشديد، للاسف الشديد اختيار او انتقاء اللاعب للمنتخبات بيتم بصوره عشوائيه وحاجات شخصيه، وبالتالي هيفوز عن منتخب ضعيف من كل النواحي. انا مش عايز طبعا ده وقت حضرتك يعني، انا كنت بجد حضرتك كتير يعني، كنت اتمنى ان اكون موجود في الحلقه للعرض. لا تبقى حضرتك موجود، ده شرف لينا يا دكتور، شرف لينا يا دكتور ان حضرتك تكون موجود. انا عارف وقتك حضرتك باداء جدا، وانا على سند لاي استضافه من هذه القناه، وانا ابن نادي الاهلي يعني عشان تبقى عارف ابن نادي الاهلي يعني. واشكرك طيب. جدا وبقول لمحمود صالح طبعا مبروك. الله يخليك يا دكتور. مبروك النادي الاهلي، لان لما يكون في عندي هذه المعايير النادي الاهلي لابد ان تتبوى مكانه تليق بها. تليق بها، تستفيدوا من هذه الابحاث، والحمد لله ده ابنكم وعندكم ومنكم. ارجو ان هو يطبق هذا الكلام في النادي بتاعه. واشكركم جدا. شكرا يا دكتور، شكرا. بشكرك الاستاذ الدكتور صبري العدوي، استاذ تدريب